بتقولي إنك دفعتي تمن عقدة عماد حمدي مع شادية، صنعها فتمردت عليه وبقت العقدة اللي ملازماه، وبعد كده ازدادت العقدة دي حدة مع تقدمه في العمر، فتوهم إنك أنتي ممكن برضو تنجحي فتسيبيه. ده صح، وأنا قلتلك نجحتي وسبتيه. لا. بعد ما نجحتي ببمبا كشر مش تم الانفصال بينك وبينه؟ لا، الحقيقة بقى اللي الناس ما تعرفهاش إن إحنا في بامبا كشر كنا منفصلين. منفصلين مطلقين؟ أيوة. يعني؟ أيوة. طلاق؟ أيوة. بس ما كانش معلن طلاقكم؟ ما كانش معلن. يعني كنت قدام الناس زوجين؟ إحنا كنا قدام ما أعلناش خالص طلاقنا، أعلناه بعد الفيلم. ليه؟ خوفنا إن ده يشوشر على نجاح العمل. بس ما هي ممكن تبقى دعاية للعمل. لا، متطلقين وبتشتغلوا مع بعض. لا، ما أنا ومحمد مختار طلقنا وعملنا 3 أفلام مع بعض.